بتعرف دورك والورق توزع تقبل مصيرك ورقك ما بيترجع ما فيك توقف تتردد ما فيك تبطل ما في وقت تفكر شو ممكن تعمل وتحاول تكسب كأنه اللعبة صارت أتقل وصارت بنصها والشباب عم تخسر كلياتها وبالعادة بكل اللعب في فايز وفي خسران بس الغريب أنه مثل مشايفين الكل عم يخسر بهاي اللعبة فعلاً أنه الحياة فتت لعبة لك طلع هذا الزلمة فعلاً موسواس بس ما شفت شي حبيبتي هذا إذا بيطلع له حبة بس هيك حبة هون مثلاً أو هون هدول حب الشباب بيروح بيعمل طبق محور فكر إنه معه سرطان دقيله دقيله ألو مرحبا سيد باسل أهلين يا هلا كيفك شو أخبارك؟ أنا بالنسبة لي منيح أنت كيفك؟ عايشين بس عدم المؤاخذة أنا عرفت أنه اسمك يارا بس المشكلة أنه ما تذكرتك والله شبنا ما أنا اللي شفتك بالجامعة طالبة الطب البشري أهلا وسهلا عفوا ما تواخذيني حقك علي بس والله نسيت حقك علي عادي حصل خير أنت طمنيني عنك كيفك؟ تمام الحمد لله بدي قلك انه انا اخذت بالميكوم بس ما مشي الحال ضليت منفوخ طيب خد ليبراكس ممكن حالة تسمم بس انا بعرف انه الليبراكس بياخدوه مشان التشنج مو مشان التسمم
ايه بعرف بعرف. ما خلتني كفي حديثي. اذا ما مشي حال الليبراكس خد دواء تسمم. يعني في دواء معين؟ ما في دواء معين. اي دواء ممكن تاخده للتسمم. طيب شو منشان حلقي؟ شو بحلقك؟ عم حس بنشفان بحلقي وما بعرف شو بو، وكمان في عندي سعلة دائمة. ايه بيجوز من الدخان. بس انا ما بدخن. ايه معناها ارجيلة. كمان ما بارجل. طيب معناتها روح عند دكتور. عدم المؤاخذة، ما يعني انا عم بسأل دكتورة. ايه بعرف، بس بظن لازمك فحص سريري يعني مشان يمشي الحال. ايوه بس يعني انه ان شاء الله ما في شيء خطير. ما لا ما في شيء خطير، لا تاكل هم. على كل انا رقمي صار معك، اي شيء بدك اياه اتصل فيني. طيب ماشي الحال، اتفقنا. يلا باي. اوكي ماشي باي. كيفك لولو؟ أنا زعلانة منك كتير. هو أنت تعرف قديش أنا بحبك، بس مو معقول تتضارب وتتخانق أنت وباسل بشان شي تافه. ومين قال لك أنه تافه؟ شو من كان يكون، أنتوا رفقة ما لازم تتخانقوا. هلأ أنت عم تحكي هيك لأنه باسل خطيبك؟ لا أنا ما بحكي غير الحق، وما عم بحكي هذا الحكي لأنه باسل خطيبي. لكن مشان شو؟ لأنه باسل عن جد بيحبك واعتذر منك، ومو بس هيك أنت رفضت اعتذاره وهنت قدام العالم كله. والله يا ليلى عم بكتشف انه انت جدوبه وعلى نياتك. انا ليه؟ لا لا ما في شيء ما في شيء. هلا قل لي ليش. لا خلص ما في شيء. لا تحكي القصه وتقطشها من نصها. قل لي ليش انا على نياتي. هلا انا ما كنت بدي احكي مشانك مشان ما تنجرحي، لكن احنا كلياتنا بنعرف انه باسل رايدك بالحلال وما عم يلعب معي. بس شو؟ ليك ليلى، أنا رح أحكي هذا الحكي لأنك مثل أختي، وباسل رغم كل شيء صار بيني وبينه بس بضل مثل أخي بالنهاية، وأنا عم بحكي مشانه ومشانك. يعني كلياتنا بنعرف قديش باسل بحبك وهو رايد الحلال معك وراح خطبك، بس بده يخطب بده يلتزم صح؟ عيب يروح يخطب ويروح يدور على حل شعره. ما فهمت. باسل هذا اللي عم تقولي عنه إنه ملاك رايح للأسف طبعاً مرافق بنت طالبة طب سنة رابعة. مستحيل، إذا بشوف بعيني ما بصدق. طيب يا ستي تكرمي رح ورجيكي بعينك. رح أعمل هيك لأني بحبك كتير وبعزك مثل أختي، وأنا بدي منك بس شغلة واحدة، إنه ما تجي بسيرتي. يعني أنا عم بحكي هيك والله لأني بعزك وبحترمك صدقيني. ليك أنا ما تفهمت شيها. رح تفهمي وبتعرفي كل شيء حقيقي. لوين؟ ما بدك تشوفي بعينك؟ أنا رح ورجيكي بعيني. تفضلي يا بنت يلا. إيه مشي. وفيني أعرف من إمتى عم تعاني من هالمشكلة؟ بصراحة صار لي فترة بس خايف روح لعند دكتور. أوف ليش خايف؟ بصراحة بخاف إني أنصدم ويقول لي الدكتور إنه معي مرض خطير أو مرض عضال يعني. وكل الله يا زلمة ما في هيك شيء. ونبض قلبك كيفه؟ حاسس إنه نبضي سريع ومو طبيعي أبداً. بتكون حالة نفسية يعني، انت يمكن لانك خايف من القصة عم تفكر كتير مشان هيك عم يتسرع قلبك. شفتي ليلى؟ هذا بس مشان تصدقيني. معقول؟ بس ليش عم تضحكي؟ ما في شيء، هات لأسلك نبضك. سريع ما؟ قلت لك من الخوف. يا حبيبي كملت. الو عطزي. تعي وين رايحة؟ بدي زت المعبس بخلقته. بزعل منك. ليش؟ لأنه هلا ممكن يكذب عليك أي كذبة، وأنت مضطرة تصدقيه لأنه ما عندك أي دليل. ما فهمت. أنا رح فهمك. أنت بتعرفي قديش غالية علي يا ليلى، وبتعرفي معزتك، وحياة عيونك يا ليلى. لسه للقطك يا لباسل بالجرمة مشغول. ساعتها لما بتزتي المحبس بوشه بيكون معك حق، وما بيقدر يكذب عليك أي كذبة. ملعوط؟ ايه معلم. ركز معي منيح. شو قصدك معلمي؟ شوف يا ملعوط، من هاللحظة
البصة من بابا لمحرابة صارت إلك. الله يخليني إياك يا رب. بعدين ليه؟ صار فيك تقعد هون لأنه أنت من هاللحظة معلم. معلم؟ بس ليش تعطيني إياها؟ سؤال وجيه. ليك يا بلعوض، أنا هاي الشغلة ما بقى تناسبني، متطلباتي زادت، فلذلك بدي أدور على شغلة تانية. بعدين ليك يا بلعوض، الله يرضى عليك، بتدير بالك على السمكات، وحتى لما تطق برغي بين أي سمكتين طقه بحذر، مو بجد بيه. ولا يهمك معلمي، ولا يهمك، خاصة هي السمكة السوداء، بتدير بالك عليها، غامضة يا أخي مثل نتالي، وبس تفهم قصتها بتخبرني. ماشي معلمي، ماشي، فهمت عليك. أنا صار لازم روح يا بلعو. اشتقلك كتير والله يا معلمي. وأنا سمعان باللي رجل لورا ورجل لقدام؟ أي معلم. أنا هو. ليلى هلا بدك تروحي معي لعند الخياطة لأنه باسل حابب يهديكي فستان. لك يا بده يغطي على اللي عم يعمله هالواطي. شبكي ليلى؟ وين شردتي؟ لا بس عم قول يعني بركي من أجلها كم يوم. ليش؟ ما في شي، بس هيك عندي دراسة. قولي من وين جت هاي القطة؟ هي قطة جيراننا تركوها عندي. هاي القطة مليانة جراثيم وميكروبات وطفيليات وفطور. بعدي عني، بعدي عني، الله يخليكي. هلا بنط لي شي جرثومة. شو حبيبي، رايح على الشغل؟ امي رايح على الشغل. تقبرني لسه ساعة 9؟ والله بكير. عندي شغلة بدي اقضيها وبعدين رايح. طيب فروستي؟ عيوني. أنا إلي خاطر عندك؟ شو هالحكي هاد؟ معقول ما إلك خاطر عندي؟ طيب أقعد لك، كان في كلمتين بدي أحكيهم معك. شرفي. أمي برضاي عليك بلا هالشغل. والله قلبي بضل طول الليل مثل النار، وما بيجيني نوم لترجع على البيت وش الصبح. خلاص أمي لا تحكي لي همي. حبيبي كتير خايفة عليك أنا. أمي من شو خايفة علي؟ خايفة عليك من جو الليل. هذا مو جوك حبيبي، هذا الجو مو منيح بنوب بنوب، وما حدا فات على هالجو وطلع كسبان. لا تخافي علي أمي، ابنك قد حاله. بس أنا ماني مرتاحة. يا انفراس يا حبيبتي، أنا رح أشتغل فترة بسيطة وبعدين بعمري كله ما أتقرب على هيك شغل. خلص ابني مثل ما بدك، أنا بحياتي ما غصبتك على شيء، أنت ابني الوحيد وعندي إياك بالدنيا كلها. بس ما بعرف ليش حاسة إنه هالجو حياخدك مني. خلص أمي لا تهكلي همي، الله يوفقك. بلا طول سيري عليكي، بعرفك ما بتحبي الأخذ والعطاء. رحت أنا لعند الشرطة وقلت لهم يا جماعة أنا ما طرقته، هو اللي طرقني، وهن مصرين يحطوا الحق علي. أنا استغربت إنه ليش هيك، سألت عن الموضوع، خدني جيتك ولا بكتشف إنه هذا اللي طرقني ابن مسؤول كبير بالبلد. وانت بتعرفي بس تدخل واسطة بهيك قصة تختلف المعايير. قلت يا باسل شو بدك تعمل، حلها إذا بتحلها، شو هالعلقة؟ سألت بابا، عم قال لي يا باسل لا تخاف من أي مسؤول لأنه القانون معك. ليلى، ليلى وين شاردة حبيبتي؟ لا ما يشارد. يعني انت ما يكفي حديثي؟ ما كفي. بابا شو قال لي؟ قال لي إنه القانون معك. هلا قانون السير شو بيقول؟ إنه اللي بيضربك من ورا الحق عليه، وهو ضربني من ورا يعني أنا ما دخلني. وأنت بتعرفي يعني إنه نحن ما لنا قلال، كمان بابا بيعرف كتير مسؤولين، بس نحن ما رضينا ندخل حدا لأنه نحن بنحترم القانون. هيك يا باسل، هي هي آخرتها. ما عم أقدر صدق، ما عم أقدر صدق. ليش؟ ليش؟ حبيبي من نار الأشواق بالأكل بس ما
ركز. مركز. يا الله ليش أنا هيك عم بيصير فيني؟ خسرت كل شي بحبه، أبي وغزل وبيتنا، كل ما بحاول إني أعوض على الغالي أمي ما عم بقدر، لأنه هالشغل اللي عم بشتغله مو ظابط معي. وعلى قولة أبو طاهر، يلي ببلش صغير بيضل صغير. إيه ليلى، ما بدي وصيكي على الدراسة فورا. طيب ماشي. بحبك ليلى. عم قلك بحبك شبك. وأنا كمان. طيب أنت كمان شو؟ أنا كمان بحبك ليلى. مانك على بعضك، فيك شي قليلي. لا أبدا. طيب تصبحي على خير يا عمري. تلاقي الخير. ايه مازن؟ ايه لولو؟ مازن انا ما عاد اقدر، ما عاد اقدر شوفه. عم بكره اني شوفه. إيه لا خلص طولي بالك، روي قصة ما بدها. ما عم بقدر، ما عم اقدر. طيب وينك انت هلا؟ تحت البيت. معك وقت ولا بدك تطلعي؟ معي شوية وقت بس. ليش شوفي؟ ما في شي، خلص رح البس وغير تيابي واجي لعندك. ماشي؟ طيب ناطرتك. يلا باي. شو فارق معك؟ قاعدة ولا هامك شي بالدنيا؟ مامي شبكي؟ بتعرفي سمسوم؟ ما توقعت يكون عندك خالك رخيص لهالدرجة. مامي ليش هيك عم تحكي؟ انتي بتعرفي انه خالة أسامة مانو رخيص عندي. معناها تحركي. اليوم الدكتور قال له لخالك إذا بتتأخر أسبوع تاني بصير نسبة نجاح العملية 10%، وكل ما بتتأخر أكتر بينتشر السم بجسمك أكتر. طيب شو الحل؟ قدامك حل وما في غيره. قصدك أبو خالد؟ ليش في قدامنا غير هالحل؟ قلت لك 100 مرة سيرة أبو بطيخ لا تجيبي لي إياها. المهم هلأ خلصيني، سنبول كيف بيطير؟ شلون يعني كيف بيطير؟ بشمسيته؟ هي كذبة. شلون يعني كذبة؟ أنا من يوم يومي بكمل الشمسية وبقلده، بس ولا مرة طرت. إي والله، وأنا كمان بقلده، بس أبصر ليش ما منطير. نياله. إي والله يا فروجة نياله. تعرف شغلة؟ بحس إنه عالم الكرتون ما بيشبه عالمنا بنوب. بتكتبي اليوم يا ناتالي ستيتوس؟ ها؟ بدي اكتب شي حلو مشان يعملوا لي لايكات، ما حدا عم يعمل لي لايكات. طيب، هاي الحالة. ايه؟ مين هالحلو هاد؟ تعال نشوف صوره. والله حلو كتير. بعت لي مسج.
هاي كيفك؟ يا هلا كيفك انت؟ تمام وانت؟ منيحة. انت من وين؟ من وين انا؟ من وين انا؟ انا من الشام. انت وين ساكنة؟ ساكنة بالقصور. وانت وين ساكن؟ اشارة استفهام. انا من حلب بس مقيم بالشام وساكن بمشروع دمر. تشرفنا. وانا بالاكثر. شو بدي اساله؟ انت شو برجك؟ شاسفة. برجي الميزان. أنا كثير بتفق مع الميزان. وليه جدبة؟ شلون تكتبي له أنا كثير بتفق مع الميزان؟ شلون بده يفهمها هي هلا؟ صحي. حلو كتير هالبرج. شو حلو كتير؟ شو حلو كتير؟ ايش هو سيارة؟ مسحي. شو بدي اكتب له؟ يا سلام على شو؟ يا سلام على شو؟ ايش هو قال لك انه تحررت فلسطين؟ مسحي. هاي دليل. شو بدي اكتب له هلا هاد؟ انا احسن شيء حط له فيس سمايل. انتر. ان شاء الله دايما عم تضحكي هيك. لك ان شاء الله دايما عم تضحكي. كتب لي. بعد ما رحتي اليوم دورت عليكي بالجامعه ما لقيتك، وكمان دقيت لك على الموبايل لقيت جوالك مقفل. اي والله طلعت بكير من الجامعه، كان عندي شغله صغيره. بسيطه ولا يهمك، ما رح ازعجك هلا. لا ولا يهمك، هات لشوف شو عم يجعك اليوم. النفخه يا دكتوره النفخه، وكمان عندي رفه بعيني، واضح انه الموضوع خطير ما هيك؟ لا شو شي خطير، أكيد شغلة أعصاب أو إرهاق أو مالك معتني بنظافة أكلك. ما عم صدق يا مازن، ما عم صدق. روي روي. خلص شو بدنا نعمل يعني، بس منيح اللي شفتي بعيونك. لك أنا الشغلة اللي ما عم تفوت براسي إنه ليش؟ أنا شو عملت له لحتى يطلع بغيري؟ لك الرجال كلهم هيك. وأنا أولهم. يعني ما بيعبي عينهم شيء. بتعرف شغلة؟ أنا اللي قاهرني إنه أنا كنت كتير منيحة معه، مع إنه إجاني الأحسن منه. وأنت بتعرف يا مازن إنه نص شباب الجامعة بيحبوني، بس أنا فضلته عليهم كلهم. لا يا ملول، كمان باسل بيحبك. شو بك؟ بيحبني؟ هلا هيك اللي بيحب بيعمل؟ شو عمل؟ خانك؟ عادي؟ عادي. بس يا ريتك خليتني فش خلقي فيه. لك هي اليوم شفتيها وهي عم تحط إيد عليك، وخلص بوعدك قريباً رح تلقطيه بالجرم المشهود. وإذا ما لقطته؟ بزعل منك ام اللول. انا ابو الميز. خلاص تكرمي. وها تفضلي خليني اوصلك على البيت. تفضل. شو يا فراس؟ قرر وين بدك تروح؟ بدك تبقى تحت ولا بدك تطلع لفوق؟ لازم تقرر بأسرع وقت.
أنا انحطيت بين خيارين صعبين، يا ما أتجوز أبو خالد أو خالي أسامة يموت. يا رب ليش حطيتني قدام هالخيارين الصعبين؟ هلو بيبي. أهلين حبيبتي. هلا. اشتقت لك. وأنا كمان اشتقت لك. بس إنه شو هالزيارة المفاجئة هاي؟ لأنه أنت ما عم ترد علي على التليفون، قلت لحالي لأجي أعمل لك زيارة مفاجئة. والله في براسي ألف قصة. وممكن أعرف شو هنن؟ كتير شغلات حبيبتي، خلص هلا أهم شيء أنت حملي حالك وروحي، لأنه بابا هلا نايم جوا، وإذا شافنا مصيبة فأنا بوعدك إنه بجي لعندك اليوم مسا وبنسهر سهرة صباحية. أكيد. طبعاً أكيد. اشتقت لك أنا. أنا رح أموت عليك. اوكي حبيبي، باي. باي يا عمري. مرحبا مازن. هلين. عمتي وين عمتي؟ تركتها عم تصف السيارة تحت. طيب فوتي فوتي، خالك جوا نايم، فيقيه وعملوا لي قهوة بينما انا اخلص. طيب خليني انا امشي مثل ما قلت لك. ايه طبعا لا تنسى. معمول. يلا باي. باي باي باي. هي جارتنا بتجي لعنا على البيت لهون بتستعير اغراض، يعني تخيلي بتجي بتستعير حزام بطيخ وقنية غاز، هي درويشة لا تشوفيها لابسة. بس الفكرة الأهم هلا، أنت كيفك؟ مشتاقة لك كثير. طب أنا هدول الشعرات إمتى بدي أشوفهم سود؟ شو عم تعمل؟ ما قلت إنه أبوك جوا؟ يا حبيبتي أنت ما بتعرفي الشغلة عني، أنا بعمل هيك بطير بابا. ها؟ طار، فوتي شوفي. فوتي. Were you able to get enough detail from the skull for a digital reconstruction? Yeah. Since someone is young and still being formed, the features are generalized. أبو البيس، شو عم تعمل؟ عم تفرج. تعرف شغلة؟ صلي يومين حاس نفسيتك متحسنة هون. ملاحظ أنت هذا الشيء؟ تعرف ليش؟ ليش؟ هذا يا سيدي متعرف على وحدة طالبة طب، أي شيء بيجعني بجسمي بدق لها هي فوراً بتعطيني الحل. طب وليلى؟ شبهها ليلى. طب أنت مو بتحبها، شلون عم تحكي مع وحدة تانية؟ لك يا أجداب، ضروري الواحد إذا حكى مع بنت يكون بيحبها؟ مين عم يدق لها؟ هيارة. وشو بتلعب هيارة؟ لك هي البنت طالبة الطب اللي عم أقول لك عليها. شبك؟ رد رد. ألو؟ كيفك يا حلو؟ أهلين دكتورة. في مجال ما عاد تقلي دكتورة، بحس حالي صرت عمري 50 سنة. قلي يا رب. طيب أنا آسف، حقك علي. ولا يهمك، قلي كيف صرت تحسنت؟ يعني ما فيك تقولي إنه تحسنت على الآخر على الآخر، بس للأمانة يعني في تحسن عن أول. مشان تعرف إنه وصفات يا رب ما لهم حل. إي معك حق، بس بتعرفي شو؟ والله هذا موضوع التشنج والنفخة يعني ما عم بعرف شو قصتهم. فيك تقولي وجع لا يحتمل. طب روح عند دكتور هضمية. ما أنا قلت لك إني ما بحب روح لعند دكاترة. بتخاف يطلع معك شيء؟ بصراحة إيه. طيب شو رأيك تجي لعندي على البيت وأنا بفحصك؟ ما فهمت كيف يعني؟ يعني المشاكل الهضمية بدها فحص سريري. يعني ضروري الفحص السريري؟ ما بيمشي الحال على التليفون؟ أكيد ما بيمشي حاله، بدك تجي لعندي لهون. طيب بس إيمت؟ تعا بكرة المساء. أي ساعة؟ على 8 منيح؟ طيب كتير منيح، بس أنا بدي منك شغلة. أمرني. إذا طلع معي أي مرض خطير أو مخطير لا تخبريني، أو لقلك خبريني قليلي. لا 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 لا، بلا ما أنزعج تنهد أعصابي. لا لا تقليلي، أو لقلك أي شيء بصير خبريني. إيه خلص لا تأكل هم، ما معك شيء. لك شو ما معي شيء؟ والله كل ما بأكل بحس بطني مثل الجبل. طب خلص أنت تاه وأنا بشوفك. طب يلا، بدك شيء دكتورة؟ شو اتفقنا؟ بعتذر، بدك شيء يارا؟ طيب ماشي، الله معك. سلام بلال. قلتك بكره بيطلع معي شيء. شيء بشو باسل؟
شو ما كنت بالحديث يعني بيطلع معي شي مرض خطير مثلا؟ لك يا حبيبي يا باسل، كل العالم لما تاكل بينتفخ بطنه، بس عهوى شو اكل مو اكثر. كلامك مزبوط، بس انا مشكلتي استثنائيه لانه انا على طول منفوخ. امنته يا الله على هالاخ. حبيبي خليك بفيلمك يستر على عرضك. بفكروني عم امزح. كانه بلش الوجع. لا لا ما فيني شيء. لا ما فيني شيء. يا ترى رح يقول لي بدي اشوفك على الحقيقة؟ لك أنا بحياتي ما انشديت للشاب قد ما انشديت لقصي. يا ترى هو ظريف على الحقيقة مثل ما كان مبارح ظريف معي؟ فروجي ايه؟ انا جوعانة كثير بدي اكل. لك يا حبيبتي هلا وقت هيك؟ ايه هلا وقتي بدي اكل. لك يا حبيبتي معي مصاري. تعالي معك يا زلمة. شو بكي عم تصرخي؟ يا ولدي جوعانة ما بدي طعميني ليش؟ انت ما تطعميها ولا؟ مثل ما بتعرف العين بصيرة والإيد قصيرة. خلص خلص الجوع، انا عازمكم اليوم على احلى مكان ومو بالمقصف. وين؟ برات الجامعه. والفحص؟ بعد الفحص. هلا منجيب كيس شيبس لفاتنا تسد جوعتها، وبعد الفحص عازمكم على اطيب مطعم بالعالم وعلى مشاوي كمان. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم بحكي. انا بحبك كثير 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 يا براسو. الله يخلي لي اياك يا رب. الله يخلي لي فروجه. يلا قوموا على الفحص. يلا كيفك نتول؟ يا عبدة شبه؟ لعبتني معقول انت؟ آسف، وين كنت شاردة؟ أنا؟ لا ولا شيء، كنت عم راجع المادة بمخي عم شوف شو اللي متذكرته من اللي مو متذكرته. هذا الكلام عليه علامات ليك، بما أنك أنت عم تراجعي المادة وحافظتيها يعني هلأ صح لك جوا تنقليني يعني لا تقصري، أنت كريمة ونحن مستاهل. مازن، إمتى بك تعقل بقى أنت؟ لك دروس يا مازن دروس. خلاص، أمرك معلمتي، بوعدك اني صير ادرس. تكرمي. بدي اسالك، ما دريتي بشو؟ نانسي وينك مازن؟ اذا بدك تتمقلس على باسل من اولها لا تكملها. لك انا لا عم بتمقلس عليه ولا شيء، هو اللي عم يغلط بحق حاله وعم يخلي كل العالم تمسخر عليه. لو بتعرفي شو عامل. شو هذا يا ستي؟ حابب على ليلى ومطرنب عليها. شو حابب على ليلى ومطرنب عليها؟ شو حابب على ليلى ومطرنب عليها وطرش؟ لك غريب، بسمع انا بسمع بس هي شارة تعجب. ايوه ايه خلص ايه فهمت. هلا انت عم تحكي عن جد؟ ايه. طيب وليلى عرفت؟ ايه. مثلي اوعيك اوعيك حسك عينك لسانك هذا اللي بسبع شطلات بقصه، اذا حدا بالجامعه كلياتها بيضرب القصه. ليلى خبرتني وقالت لي اوعك تقول لحدا، وانا تجاوزا قلت لك. حرام هالليلة المسكينة، عبوس صار لك كم يوم معنا على بعضها. ايه يا عيب الشوم عليه، بس هيك بيعمل بنات الناس؟ على اساس انت احسن. انا لا لي خاطب ولا لي متجوز ولا لي حابب ولا حاطط محبس بايدي وقاعد عم بضحك على بنات العالم. ايه بس ما في ولا بنت بالجامعة مو قايل لها بحبك. لك مو بس بالجامعة، بالشام كلها، لك بكل سوريا. لا يا ستي في مين؟ انت ودريم. طيب هلا لحلك يا مشان ما تضل حسرة بقلبك. بحبك. نتول سؤال، هلا انت بطلتي الدخان؟ لا مبلا عم دخن، بس هيك باخذ لي كم وحده هيك بدون ما حدا يحس. والهولندا؟ بدك الصراحه اشتقت له لهذا الدخان تبع هولندا. لك تكرم عينك، ها وهو اشتاق لك كمان. بعد الفحص لك احلى وحده هولندا. ماشي يلا، لكن خلينا نروح. يلا بس يعني انا والله عم الاقي انه انا ما خرج روح. يعني انا هلا اذا واحد سالني انت شو بتدرس هون بالجامعه بجوز الا جغرافيا، يعني ما بعرف اذا اعلام ولا جغرافيا. شو كنت عم بدرس انا صحيح؟ لك خلص تعال انا بنقلك، انا بس بدي افهم انت شلون نجحت بالبكالوريا وجمعت مجموع اعلام. انا مالي قايل لك هالقصه. طيب لك هذا ابي راح مع واحد شو
سلام عرجال. عليكم السلام. وعليكم السلام مازن. هلا انا قلت لرجال، بقى اللي مو رجال يا ريت يسكت مشان ما امسح فيه ارض القاعه. شو قصدك مزوم؟ مين يعني مو رجال؟ لا غين عنك ابو حميد، اكيد مو انت المقصود. خلصنا مازن، زودتها كثير. انت حبيبي في مجال تصف على جنب مشان ما امسح بحنجرتك ارض القاعه هلا؟ ايه لا، انت زودتها كثير. طول بالك اخي فراس، انت فنان حقيقي، بعدين القصه مو محرزه. خلص فراس ما بدنا مشاكل، بس يا عيب الشوم. تعالوا يا جماعه، شرفوا تفضلوا. مين عم يحكي على العيب؟ فرج. بعدين شرفوا، ليك مين بده يعلمني العيب؟ مازن خلصنا. حبيبي في شغله بدي اقول لك اياها مشان اذا ما بتعرفها، انت هون بالجامعه مسمينك اربع اسماء. الاول هو ابو ديتول وهذا كلياتنا بنعرفه. اما الثاني فالغنوج والكربوج واللزلوز، عرفتهم؟ هلا الثالث انا بعد دراسه عنك اكتشفت انه انت اسم باسل مبهبط عليك ما خرجك، فانا سميتك نانسي احلى. الرابع يعني انا اسف ما لحق اقدر اقوله لانه في صبايا ولانه محترم. انت زودتها كثير مازن، زودتها. شيل ايدك. خلصنا بقى، خلصنا. اسمعي مازن. ليك لا تتدخل بشغلات مالك فيها مشان ما هيك علق مشنقتك على حبالك الصوتية، عم تفهم؟ إيه لا عن جد زودتها. خلصنا بقى، خلصنا عيد. روّن أنت الثاني. بتموني على الرقبة أنت نتول. إيه امشي لك إذا بموت. شرف. حسابك مو هون. بدنا نطلع من القاعة. خير يا قطاطي، شو وسوف افندي؟ في شيء؟ لا دكتور ما في شيء. جاهزين؟ جاهزين جاهزين. ايه مو للطلب وسوف افندي، للامتحان. تفضل. يا ستي محاولة وفشلنا فيها، بكرة منلاقي فكرة غيرها. يلعن حظي، لو زمرة دمي من زمرة دم خالو كان عطيته كليتي. لك ما فينك تحكي هيك، خلص مشي الحال. لا ويا ريتك استفدتي شي، روحتي الفحص على حالك. ايه بجهنم الفحص. خالي عندي اياه بالدنيا، سبصر له شي بلحقه. ان شاء الله ما بصير له شي، بس انت خلي ايمانك بالله كبير وخالك باذن الله رح يقوم بالسلامه، بس وكلي الله. ونعم بالله. هذا مازن عن جد بده فركة إذن، أنا كثير متزاولة منه. والمسكين باسل مثل الأطرش بالزفة. وسمية الله يكون بعونها. طبعاً نتالي قلبها بلش يدق. وفراس بلش يفكر إنه هذا الشغل اللي عم يشتغله ما بيجيب نتيجة. أما ليلى فأكلت المقلب وصدقت. والعالم كلياتها عم تتغير، سواء للأفضل أو للأسوأ. إلا فرج وفاتن مكانك راوح.
جعان انت؟ طول بالك استاذ. تبيت لو تتعب. دكتور انت شو قصتك انت؟ لك شو قصتك؟ شو نسياني حالك انه انت بقاعد امتحان؟ انت على الريموت كنترول بتعيطي وعلى الريموت كنترول بتحكي وعلى الريموت كنترول بتضحكي؟ شو يلي مو فهمانيتي؟ طب انا شايف كلياتها الملايين اللي انا فاضي ولا ماني فهماني ولا سؤال. بتعرفي ليش مالك فهماني ولا سؤال؟ لا لانك مشسي خلقه. حركات! بعد عنا! ركزي شوي، ما بتلاقي حالك الا زبط معك كل شيء وبلشتي تكتبي بكل سلاسه وفهم. هيك قلتها؟ ايه هيك قلتي. طلعت اقوال مقصوره. Thank you.